الإصحاح السادس ده اللي هتلاقوا فيه إشباع الجموع، وهتلاقوا فيه معجزة المشي على المية. من أول آية 45 بيقول: وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع. وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي، ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده. رآهم معذبين في الجزر لأن الريح كانت ضدهم. ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم، فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا، لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا أنا هو، لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح، فبهتوا وتعجبوا جدا في أنفسهم جدا إلى الغاية، لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت وأرسوا هناك. والمجد لله دائما أبدا آمين. الجزء ده انتوا عارفين معجزة المسيح أما مشي على المية، ورغم إن كان في أمواج وهو اللي ألزم تلاميذه إن يركبوا السفينة ويدخلوا، يعني عارف إن هما هيقابلوا إيه؟ هل في حاجة بتستجد على معلومات الله؟ ولكن عارف إن هما هيقابلوا أمواج تقيلة وهيقابلوا رياح عاتية، ومع ذلك ألزمهم إن هما يدخلوا السفينة. لكن وهما في السفينة كخبرة بحارة ولقوا البحر هاك، الخبرة عملت معاهم إيه؟ خلتهم قلقوا، خلتهم خافوا، خلتهم ما عندهمش ثقة حتى في أنفسهم إن هم يعملوا إيه؟ إن ممكن ينجوا. وأول ما ابتدوا يجدفوا يحاولوا إن هم يتحركوا، يحاولوا إن هم يرجعوا، يحاولوا إن يعملوا أي حاجة، لقوا الدنيا معاهم إيه؟ صعبة، لدرجة جالهم المسيح على البحر ماشي في الهزيع الرابع، يعني بعد ما عدى الهزيع الأول والهزيع التاني والهزيع التالت، في الهزيع الرابع يعني ايه؟ كان خلاص الليل هيخلص، فابتدى يجي لهم ماشي على المية. طب انت رب سبتهم ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وست ساعات 7 ساعات، وكل ده هم متعذبين وانت موجود وبتقدر تمشي على المية ومتروح لهمش. بس قال لهم حاجة، اول ما شافوه افتكروه خيال، لان مفيش حد سهل ان هو يمشي على المية، صرخوا. بس لما صرخوا قال لهم ايه؟ ثقوا انا هو، لا تخافوا. عايز اقول لكم حاجة بقى تحصل لينا كلنا بصراحة، اما الدنيا بتليل علينا، اما الامواج بتزيد، اما الامواج بتعلى، اما الريح بتخبط فينا شمال ويمين، بيحصل معانا كده. اول حاجة بنفقد الثقة في نفسنا، بنفقد الثقة في بعضنا، وبنفقد الثقة في ربنا. حد مختلف معايا ولا تاني؟ بنفقد الثقة في نفسنا، بنفقد الثقة في بعضنا، لأن مفيش حد فيهم قال طب يلحقنا أنت بطرس، ولا هم قاعدين كلهم في السفينة وكلهم إيه؟ عمالين يطلعوا وينزلوا مش عارفين يعملوا حاجة. وبالتالي لا ثقتي في نفسي نفعتني، لا ثقتي في الحواليا نفعتني، وثقتي بربنا حصل لها ايه؟ اتهزت. احداث كتيرة وهي بتحصل معانا بتفكرنا بالحاجات دي. يعني ممكن واحد يقول لك لا انا ايماني قوي جدا بربنا. على فكرة الايمان مش معنى ان عندي ايمان ما عنديش، لكن الايمان ممكن يزيد وممكن ينقص او لا. يعني ممكن واحد عنده ايمان بس لما تيجي تجربه شديده يحصل له ايه؟ يتهز، يخاف، يقلق، يتوتر. عايزين نفكر بقى مع بعض ايه الحاجات اللي بتخلينا نتهز في ايماننا وبتقل ثقتنا، سواء في نفسنا او في بعضنا او في ربنا، وايه الحاجات اللي ممكن تزود الثقه دي فنقدر نتملي ومفيش اي حاجه تقدر ايه تهزنا.
بيقول لك كده واحد أقام في قلبه راسخا. يعني إيه أقام في قلبه راسخا؟ يعني قلبه ما بقاش يتزعزع. يقول لك كونوا راسخين غير متزعزعين، يعني أما تحصل أي مشكلة خليك ثابت ومش قلقان. يجي واحد زي داود النبي يقول له لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار ما تخافش؟ لا ما خافش. ده يقول أكتر من كده، إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. في هذا يعني بتقول لو قام علي قتال في هذا أنا مطمئن، ده عكس المتوقع صح؟ اللي عنده ثقة في ربنا بيمشي عكس المتوقع. احنا هنشوف ايه اللي بيخلينا يمشي مع المتوقع. المتوقع هنا مع التلاميذ ان هم يحصل لهم ايه؟ امواج عليت والريح شديدة ومش عارفين نتحرك، يعني معنى كده ايه؟ خلاص كل واحد يعني يهيئ نفسه ان هو هيموت. عشان كده بتحصل ثلاث حاجات عند الكل. اول حاجة بيحصل له خوف لانه هو مش عارف هيقابل ايه، بيحصل له خوف. تاني حاجة بيحصل له غضب شديد، غضب. غضب على ايه؟ ازاي الطبيعة تعمل فيا كده؟ ازاي اللي يحصل فيا كده في الشغل؟ ازاي الناس تقوم عليا بالشكل ده؟ دايما يبقى الواحد مصاحبه مع عدم الثقة الغضب الشديد. الحاجة الثالثة الشك. يبقى أول حاجة ايه؟ ها؟ الخوف. تاني حاجة الغضب. تبص تلاقي عنده نوبة غضب وعمال بقى مش عارف يخبط في مين. ممكن يخبط في اللي حواليه، يقول لك مش لاقي حد يهتم بيا، مش لاقي حد يفكر، مش لاقي حد يسأل عليا. وبعدين التالتة يبتدي يشك، هي الناس دي بتحبني؟ هي الناس دي عايزاني؟ هو ربنا لسه بيحبني؟ هو ربنا لسه فاكرني؟ وتبص تلاقي الدنيا اتعملت ايه معاه، قاعدة تتقلب معاه. عشان كده خلوا بالكم ان ممكن الواحد يبتدي يشك في نفسه او يشك في الناس. يقول لك ده انا كنت فاكرهم موسى طلع فرعون، او كنت فاكره حمل طلع ذئب، او اذا اكرمت اللئيم تمردا. فاهمين انتوا عارفين كل الامثال دي؟ ايه السبب؟ ايه السبب الناس بتقول كده ليه؟ لان كان عنده سقف توقعات من الناس، وبعد كده يقول لك لا ده الناس ما طلعتش على المستوى اللي انا كنت ايه مستنيه. وعشان كده دايما تبص تلاقي الناس بتيجي تشتكي ان ما بقاش في، مش هقولها زي زمان بقى صاحب يتصاحب، ما بقاش في حد الواحد يقدر يتك عليه ويلاقيه. صح؟ ليه؟ ده حقيقة صح؟ ايه السبب؟ ايه السبب اللي بيخلي الواحد شايف الناس اللي حواليه مش اهل ومش كفء ان هم يعتنوا بيه او ان هو يكون بيحبهم الحب ده؟ ايه اللي بيخلي الواحد مش حاسس بمحبة ربنا ليه؟ او ساعات مش واثق حتى في نفسه ان هو ممكن يكمل في الطريق بسلام. في حاجة عايز اقولها لكم يعني في اعتراضية كده، ان كل ما زاد حجم او سقف التوقعات زادت الاحباطات. يعني ايه؟ يعني لو متوقع مثلا النهارده وانا داخل يتعاملوا معايا كاسقف ويقولوا لي اكس مرقوط مثلا، وبعدين دخلت كده محدش حس بيا، المفروض ان انا ايه؟ احبط صح؟ بس الاحباط ده حقيقي، بس ممكن يخلي ثقتي بنفسي ايه؟ تقل. فاهمين؟ فساعات الواحد مثلا رايح انترفيو وبعدين متوقع بقى ان هم هيقعدوه، وبعدين ها تشرب ايه و كومونتا ليفو، ها وهيبتدوا بقى يتعاملوا معاه ايه بشياكه بقى. بعدين لقى الاسئله سخيفه والراجل يكشر او يهمله شويه كده ويبص، كل ده اختبار ليه. فيطلع عمال يقول هو انا بس ايه اللي كان جابرنا على الشغل، يعني مش ربنا كان. فتعاملنا مع الناس احيانا بيسبب لنا برضو ايه؟ يبقى في سقف توقعات وفي اعمال خبرات. يعني ايه بقى؟ وانا باخد خبرة عملية مع الناس في حاجات ممكن توجعني فتفضل معلمة فيا. اما اروح الانترفيو اللي بعده بقى بعمل ايه؟ قاعد عمال اقول اسبقني يا ملاك الله، يا عذرة، نادر نادر يا رب، مش عارف هذبح مين. لو ايه الفكرة؟ ايه الفكرة؟
لاني كنت الاول وانا رايح واثق في نفسي بقى كده يعني، وبعدين لقيت المقابله خلتني ايه رجعت. وبعدين اما اتسالت 3 4 اسئله قعدت عديت اللومض وبصيت وعرقت واتبرجلت، المره اللي بعدها عمال ايه اقول استرها بس معايا يا رب. الفكره بقى ان تكرار الخبرات السيئه بيفقد الانسان ايه الثقه. دي حته اعتراضيه كده عشان واحنا بنقول العلاج. الحزن بقى ده اول حاجه اللي انا بقولت ان الواحد ممكن يحزن بسبب قله الثقه، ان ممكن يخلي الواحد يبقى في حوار سيء ما بينه وبين نفسه. يعني هو اللي رايح الانترفيو ده بعد ما عمال يفكر في ايه، ان شاء الله خير الشغلانه دي بتاعتي، هيقول كده ولا هيقول ايه؟ هيلاقي نفسه بسبب الاحباط المتكرر والمضايقه اللي قبلها ما عندوش الثقه الكافيه في نفسه. عشان كده تبص تلاقي واحد يقول لك ايه، او عارفين مثلا بتوع ثانويه عامه اليومين دول، ابونا عايز اعتراف عشان داخل على ايه امتحان، حاسس ان هو لو ما اعترفش قبل الامتحان ربنا هيأدبه، يقول له ارسل الله مش عارف ايه، او هيرسل له تاديب من السماء. هل تفتكروا ان دي معامله ربنا لينا؟ يبقى مش بس الخبرات السيئه، ده كمان المعتقدات الخاطئه. تاني، مش بس الخبرات السيئه، المعتقدات الخاطئه. هقول لكم حاجه بتحصل بقى كمان. كنا بنصلي في كنيسه الزهور وكان القداس من بدري من 6 ل 8، تبص تلاقي قبل الاعداديه واحنا بنناول خلاص، وممكن يكون خلصنا مناوله، حد جاي وبيقلع جزمه بسرعه، ابونا عايز اتناول عشان عندي امتحان. هو ايه السحر اللي في المناوله؟ ضروري تتناولي قبل الامتحان؟ اه ولا لا؟ ضروري. لو ما تناولتيش، ولا عايز اقوله لكم حاجه، احنا بنتناول عشان نتحد بالمسيح، لكن اذاكر عشان انجح؟ اصل احنا ساعات بنخلط بالحاجتين. هو كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ده حقيقه، دي حقيقه، بس هو كان طول حياته معاه مش قال يصطلح مع ربنا او يروح يتناول الصبح عشان يروح الالم بقى يقول له بص الالم هيكتب لوحده بقى اول ما تتناول. او واحد مثلا اخده الاقلام اللي هو بتوع ثانويه عامه وفاكرين بقى الالم ده لو الالم خلص منه مش هيعرف يكمل بقى الماده. هل ده معتقد سليم؟ يبقى ممكن المعتقدات الخاطئه وممكن الخبرات السابقه تاثر على ثقتي، مش بس بنفسي وثقتي كمان بربنا. فده بيعمل فينا ايه بقى؟ بيعمل لنا حته اللي هو العنوان اللي اختاروه الاحبه، ازمه ثقه. انا بيبقى فعلا عندي ازمه ثقه. ازاي بقى بتحصل ازمه ثقه؟ تخلي عندي عدم فهم، انا مش فاهم ايه اللي حصل. كمان بتخلي عندي تهويل. يعني ايه؟ يا اما تهويل في الحاجات الايجابيه يا اما تهويل في الحاجات السلبيه. يعني احس ان خلاص الموضوع ده اخر الدنيا بقى، بسبب ايه؟ ان انا حاسس ان انا محبط جدا فيه، ويا اما حاطط كل املي عليه. لو انا حاطط كل املي عليه او محبط جدا فيه هيحصل لي ايه؟ ده تهويل، مش اخر الدنيا ولا حاجه. يجي مثلا الشيطان يقول لك مش وقعتي في الخطيه الفلانيه، خلاص انت ليكي توبه. يحاول يهلك الواحد ليه؟ بس هو تهويل، ده اسمه تهويل. ليه؟ لان في واحده اخطات وامسكت في ذات الفعل، والمسيح قال لها ولا انا ايضا ادينك، بس اذهبي ولا ايه تخطئي ايضا. بس كده، بس كده. يبقى ممكن الشيطان يعمل لك تهويل، وممكن انت خيالك نفسه يعمل لك التهويل ده. تحس ان انت طالما ما صليتش باكر النهارده هتروح هتغلط في الشغل وهيرفدوك. تحس ان انت لو مش عارف، ودايما يبقى في كونديشن كده، يبقى في ربط ما بين ان انا لو ما عملتش اللي ربنا قال لي عربيه هتخبطني، هيحصل لي حاجه. يبقى الواحد مش عايش مع ربنا عشان بيحبه وفرحان بيه ومطمن اما بيكون بيتكئ عليه، ولكن عشان قلقان لحسن يسيبني، لحسن يعاقبني، لحسن يحرمني، لحسن ما يدخلنيش السماء. لا، ربنا مش ده الطريقه اللي بيتعامل بيها معانا. يبقى عدم فهم كمان تهويل الازمه. يعني انا بوصف لكم الازمه. الحاجه الثالثه، فيه بس مباشر من الشيطان.
عارفين في قنوات فضائية كتير مش كده، بس في بث مباشر للشيطان على مشاعرك وعلى أفكارك، بيحاول يدخل فكرة واحدة سلبية ويخليك تقعدي تعملي إيه؟ مش هتنفع، مش هتقدر، مش هتكمل، مش هتثبت. ودايما يقعد يفكرك بالحاجة دي عشان دايما يحسسك إن إيه؟ وانت فكرك ان ممكن ان تكوني ناجحه بعد كده، ده كان الرب مع يوسف فكان الرب، بس ازاي ربنا هيكون معاك وانت ما بتصليش؟ ده انت حتى مزامير باكر ما تعرفش منهم ولا حاجه. وتفتكروا ربنا هيسامحكم على كده؟ مش هيسامحكم. ايه رايكم؟ هل الشيطان بيقول كده في ودنا ولا لا؟ ساعات يحسسنا ان احنا فعلا مش مقبولين عند ربنا، مش محبوبين. وساعات الواحد يبقى عنده المفروض ردود، يعني انا هديلكوا ردود على الحاجه دي. ففي بس مباشر من الشيطان عشان يقلل ثقتك، نمره واحد في نفسك، نمره اتنين في اللي حواليك، يقول لك هو الناس دي معقوله في ناس بالقسوه دي؟ محدش حس بيك، محدش رفع سماعة التليفون يشوفك ماله، محدش، ويقعد دايما يقول لك ايه محدش محدش محدش، لحد ما يخليك ايه مش قادر تبص لوش حد. ليه؟ لان انعدمت الثقة فيهم. كلمة الافكار السلبية بقى اللي هي بتبقى سبب لكل خطية، وهجيب لكم امثلة عليها، وكمان يدخل لك مقارنات، يقول لك شفت فلان، مع انه ما بيروحش يتناول الا انه ناجح، ويقعد يجيب لك بقى ايه الامثله اللي توجع. يعني ايه؟ لدرجه واحد من الابرار القديسين يقول له يا رب لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. اللي عايز اجابه على دول مزمور 37 ومزمور 73، يلاقي داود بيكلم ربنا كده، هو ازاي يا رب في ناس بتنجح رغم ان هي ايه؟ شريره. يقول لك ده اغلظ قلبهم، سمنوا عينيهم، جحظت من كتر ما هم يعني متهنيين ومتنعمين. ولكن بيبقى سبب تعب، لان المقارنات دايما تخلي الواحد دايما حاسس ان هو ايه؟ ما خدش اللي نفسه فيه، ربنا ما ادالوش اللي ادال غيره. ودايما ساعات نلوم على ربنا كمان، ساعات يقولوا ادى الحلق للي بلا ودان، بلاش ابص الناحيه دي، ادى الحلق للي بلا ودان. ليه؟ هي دي كانت تستاهل ده؟ هو ده يعني بمنظره كده وسلوكياته دي كان ينفع يبقى في المكانة دي أو في الشغل ده؟ إيه السبب اللي بيخلينا نقول كده؟ عدم الثقة. يبقى إذن أزمة الثقة إدت لنا أربع أو خمس حاجات أصعب من بعض. أول حاجة عدم فهم، تهويل، استجابة للبث المباشر بتاع الشيطان، الأفكار السلبية المستمرة فينا، والحاجة الأكثر مرارة هي المقارنة. أما أحس إن غيري خد وأنا ما خدش، طب هو أنا وحشة في إيه؟ طب هو أنا كان إيه علي أعمله في الشغل وما عملتوش فغيري اللي ترقى وأنا اللي ما ترقيتش؟ هو أنا كان ممكن أعمل إيه أكتر من اللي عملته عشان أكون مقبول؟ ده أنا يعني سألت عليهم وجريت وراهم وطبطبت عليهم، ويوم ما تعبت ما لقيتش حد يسأل فيا. كل ده أزمة ثقة. خلوا بالكم بقى إن إحنا مش في كل حاجة ما بنثقش في ربنا، إحنا في موضوع أو موضوع لأ. يعني إيه؟ في موضوعات ساعات بنحسها صعبة. يعني إيه؟ موضوع صعب، حاجة اتأخرت، حاجة التوقع بتاعي يقول لي إنها مش أنا قلت إن إحنا عندنا توقعات؟ ساعات توقعاتنا تقول هو ممكن ربنا يحلها؟ فساعات في موضوعات احنا واثقين ان ربنا ممكن يعملها، لكن في حاجات بيني وبينكم بنقلق، وخصوصا في الجو اللي احنا فيه ده دلوقتي، سواء في الشغل او في الارتباط او 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 في حاجات تانية مرتبطة، تحس ان انا ايه مرتبطة بامانتي، انا اكن ربنا هيديني لو انا انسان امين. ويجيب لك آيات من الكتاب المقدس، الرجل الأمين كثير البركات. بس اللي عايز أقوله لك حاجة، بطرس عمل إيه ساعة ما كان المسيح على الصليب؟ وقف معاه وقال له أنا هتصلب بدالك. ها؟
انكره والمسيح قبله. يعني الموضوع مش مرتبط بأمانة بطرس، مرتبط بإيه بقى؟ ها؟ بتوبته. وعشان كده أما رجع ربنا قال له إيه؟ قال له أتحبني؟ ما قالوش أتنكرني؟ قال له إيه؟ أتحبني؟ يبقى معنى كده إن الموضوع مش مرتبط بإن أنت أخطأت ولا لأ، لكن مرتبط بإن أنت تكون بتحب ربنا وعايز ترجع له من قلبك ولا لأ. ساعات بقى الواحد قلبه يوجعه ليه؟ يقول له طيب الخطايا القديمة انت نسيت، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وكل ما تحصل له مشكلة او تعب او مرض او تقابله ضيقة يفتكر، يقول لك ده ربنا بيعاكبني على ايه؟ على القديم. اكن ربنا ماسك لنا الدفتر القديم، وكل ما تيجي تشم نفسك يقول لك تعالى هات الحساب اللي عليك. هو ربنا بيعملنا كده؟ انتوا عارفين برضو الاجابه بتاعتها ايه؟ خطاياكم اطرحها مين يكمل في بحر النسيان. هو ممكن؟ طب طالما كنت امين واعترفت وتبت اكيد هيطرحها في بحر النسيان. بس اللي بيخلي عندنا عدم ثقة ان احنا ساعات بنفتكر ان خطايانا لسه في رصيدنا وهيجي يوم يخلصوا منا. عارفين المنطق اللي يقولك اما بيجي بعد كده يحاسب على القديم والجديد؟ لا، ربنا مش بالطريقة دي. طيب كمان ساعات المستقبل والاحتياجات، اما الواحد يقعد يفكر في المستقبل كتير ويبص في الاحتياجات ويبص في الامكانيات يلاقي الامكانيات مش مكفيه لايه؟ الاحتياجات. يحصل له ايه؟ ها؟ يرتبك وبعدين يقعد يوزنها كده. هقول لك وزنوها ازاي تلاميذ. لقوا 5000 فالمسيح قال لهم طيب عايزين ايه؟ ناكلهم. هيا فلوبوس اكلهم. قال له ده لا يكفيهم خبز ولا ب200 دينار. 200 دينار ده رقم وخبز بس. قال له طب عندك ايه امكانياتك ايه؟ قال له ده في شاب صغير كده معاه ايه 5 خبزات وزمت. قال له هاتهم حطهم في ايدي. عمل ايه؟ بارك وكسر ووزع واكل الجميع وشبعوا، ها، ورفعوا 12 كفة مملوءه. عشان كل واحد في التلاميذ وهو راجع يعرف ان مش بالخبز. ما قال لهم في البدايه كده ليس بالخبز يحيى الانسان. لكن احنا لحد النهارده مشكله الخبز دي عامله ايه؟ عامله قلق. الناس كلها تعبانه ويقول لك عشان اكل العيش. فالمستقبل والاحتياجات وقدامها ضعف الامكانيات بيخلي الواحد دايما في ازمه ايه؟ ثقة. ايه كمان؟ العلاقات. العلاقات ما بين الناس ساعات بتبقى ايجابية ومفرحة، بس الواضح ان هو الفترة اللي فاتت دي انها بقت سلبية ومجحفة. اغلب شكاوي الناس ان اللي حواليا مش حاسين بيا، انا بقيت لوحدي، انا اما بقيت بطلب من اي حد حاجه وانا خايفه لاني اكيد هيقولوا لي بصوا التوقع بقى ايه؟ كله سلبي. وعشان كده اصبح العلاقات هل بقوه الاول؟ لا. يقول عنا الكتاب المقدس كده ولاجل كثره الاسم تبرد محبه الكثيرين. بقى في اسم في القلب وبقت محبه الناس لبعضها مش قويه، وده يخلي في ازمه ايه؟ ثقه. اما باجي اطلب حاجه من حد او اما باجي اعمل حاجه مع حد ببقى مش خارف. وبعدين ايه نستخدم بقى الكلمات اللي يقول لك اصل الطعمه ما تجيكش لغير من مين؟ طيب ساعات حتى في الخدمه الناس بتفتكر ان الخدمه حماس وافكار ولازم، برضو ساعات انت مش محتاج لكل ده. انت محتاج ان انت تصلي، ادخل مقدعك، اغلق بابك، صلي لابيك الذي يرى في الخفاء، يصلح علاقاتك ويصلح خدمتك، لان الخدمه دي بتاعت مين؟ ربنا. ساعات بقى ايه؟ يجي لك الشيطان من ناحيه الصحه.
انا عارف ان انتوا كلكم يعني معديين الستين فالصحة بقت على قدها شوية. يقول لك الواحد ما مش عارف ايه، برضو اغلب الشباب يقول لك ما بقتش قادر يا ابونا، ما بقتش مستحمل. حقيقي والكلام ده انا بقوله ولا؟ طيب ايه اللي بيخلي الناس تقول كده ما بقتش قادر، مش قادر حد يضغط على، مش قادر اعمل مشوار، مش قادر، ليه؟ ليه؟ ها؟ تفتكروا ليه؟ احباط ويأس، فالواحد ما عندوش الهوب ان هو يقوم ويجري ويكمل. عارفين بقى ساعات اكتر حاجة بتخلي الواحد يبقى في الثقة على المحك، قرار تغيير شغل او الارتباط او الدخول في مشروع كبير. تغيير شغل او الارتباط، تبص تلاقي او مثلا حد جاله له هجرة، تبص تلاقي عمال ايه، عمال يضرب اخماسا في ازازا. بسبب ايه بقى؟ ها؟ طب انا عايز اقول الحاجات اللي قلتها دي كلها، في حاجه ممكن ما يخشش فيها ربنا؟ ها؟ هل ممكن ما يخشش في علاقات يصلحها ويصلح ما افسدته؟ هل ممكن ما يخشش في امراضي وينجيني منها؟ ومسحة مرضى زي اللي سلمها للتلاميذ كده، قال لهم تدهنون بالزيت وتصلوا عليهم وصلاة الإيمان تشفي المريض، هل ممكن؟ اه ممكن، بس لو انا عندي ايه؟ ثقة. راح له أب وقال له بص أنا قدمت ابني لتلاميذك، هو في شيطان بيدخل فيه وبيبهدل الدنيا، وبعدين قدمته لتلاميذك فما قدروش إن هم يخرجوه، فإن كنت تستطيع شيء يعني لو تقدر تعمل حاجة. كلمة لو تقدر، خلوا بالكم احنا بنقولها لربنا كتير، هقولها ازاي؟ لو كنت تقدر تعمل حاجة، فقال له إن كنت تستطيع أن تؤمن، إن كنت تستطيع أن تؤمن. أما الراجل لقى الموضوع عنده صرخ، قال له أؤمن يا سيد فأعن، مش ضعف، عدم، يعني أنا لو إيماني في العدم بس صرخت من قلبي ربنا بيستجيب. عشان كده ممكن لما الواحد يتقابل مع ضيقات يشوف انا بقابل الضيقات بايه. البابا شنودة ليه تعريف للضيقه كده، يقول لك الضيقه ما تقعدش تشغل البنت بقى ما انت قاعد من ورا كده. طيب هي بتفتش علينا. طيب فالضيقات بتخلي الواحد يحصل له ايه؟ ها؟ يحصل له ايه؟ يحصل له يبقى برضه مش عارف هو ربنا معايا ولا ربنا اللي بعت لي الضيقه دي عشان يقدمني، ولا ربنا هيدخلني فيها زي ما دخل التلاميذ فتره كده وبعدين جالهم مشان على الميه عشان يعلمهم ان هو ليه سلطان على كل حاجه، على البحر وعلى الرياح وعلى الامواج وعلى كل حاجه. يبقى ساعات احنا ازمه الثقه بتاعتنا ان احنا ساعات مش بندخل ربنا معانا في الموضوع. يبقى احنا قلنا دلوقتي في 5 مظاهر لعدم الثقة، في 3 مظاهر، الاول خوف وايه وغضب وشك، وتلات او 4 حاجات اللي هي بتعمل الازمة، اللي هي عدم الفهم، ساعات الواحد ما بيبقاش فاهم ليه، التهويل ان بنكبر المشكلة جدا، والبث المباشر بتاع الشيطان، والأفكار السلبية والمقارنات. عشان كده عايز أسألكم سؤال، كل واحد فينا بينه وبين نفسه في أفكار، حتى وإحنا قاعدين دلوقتي بيقعد يفكر، لو الفكرة إيجابية تبص تلاقي وشه نور كده، ولو الفكرة سلبية تلاقي إيه؟ طب ولو الفكرة فيها قلق تبص تلاقيه بان عليه القلق. طب ولو الفكرة فيها تردد وشك تبص تلاقي الفكرة عمالة تروح وتيجي، يقول لك أنا خلاص ما بقتش محبوب عند ربنا، أنا خلاص مش هينفع لي كذا، أنا خلاص، كلمة أنا خلاص دي ما بقتش قادر، أو زي ما سمعت الفترة اللي فاتت دي كتير، هو ليه يا ابونا الانتحار حرام؟ ها؟
فاهمين اللي انا اللي بقصده ايه؟ ان ساعة ما الواحد بيسيب دماغه للأفكار السلبية مش بتقف عند حد، ده بتقعد تعمل ايه؟ تتكاثر وتنمو وتنتشر لحد ما تقتل، لأن الواحد لو ساب لنفسه للأفكار السلبية بتتعبه جدا. طب هل في حل ولا الدنيا خلاص كده اغمقت؟ ايه رأيكم؟ ندور على حلول؟ أول حاجة لازم تفكر عشان تخرج من الأفكار السلبية دي في محبة ربنا. أفكر في إيه؟ محبة ربنا. أنتوا عارفين ربنا يسوع المسيح يقول إيه؟ أو في أشعية الأول يقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ عارفين في ملاخي يقول إيه؟ يقول لهم أحببتكم. عارفين إحنا سؤالنا بنقول إيه؟ بما أحببتنا. إيه الأمارة؟ بصوا يعني الطريقة اللي احنا بنجاوب بيها ربنا، لأن كنت طالبة منك كذا، كنت عايز أخش كلية كذا في ثانوية عامة وما ادتنيش المجموع، وكنت عايز أشتغل في الحاجة الفلانية والناس قفشوا عليا، وكنت عايزة مش عارف إيه في الارتباط ولقيت فكل حاجة بطلبها منك. عارفين في ناس كده بتقول أنا بقيت أخاف أما أصلي، ليه؟ لأن هيحصل عكس الإيه؟ عكس المتوقع، إيه رأيكم؟ في حد حصل معاه كده من غير ما يرفع ايده؟ يضحك بس وانا شايفه. ما تضحكوش كلكم يعني. لاني مش واثق في ايه؟ محبة ربنا. هتتحول كل الامور للخير، هو قال كده، جميع الاشياء تعمل مع الخير. انا مصدق بصراحة موضوعه وموضوع. موضوع احس ان هو للخير، لكن موضوعات كتير بحس انها ايه؟ مش هتجيب خير. الحاجة الثانية ان بيقول لك كده ووعوده صادقة، بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا، ها، أن يضع نفسه أحد لأجل أحبائه. وبعدين يقول لهم وراها على طول أنتم أحبائي. مصدقين؟ مصدقين؟ أو ولا لأ؟ مش قوي. محبة أبدية أحببتك لذلك قدمت لك الرحمة. يعني مش هيجي ربنا يقول لك بص رصيدك خلص، الملكوت اتقفل على وشك. ليه؟ مش خلاص انت، ما انا قلت لك ما تبقاش كذاب، عشان انا بسمي الشيطان الكذاب وابو الكذاب، ودي كذبت، يبقى انت مكانك فين؟ ها، ايه رأيكم؟ حتى لو انا في اخر لحظات حياتي زي ما عمل اللص اليمين وقال له اذكرني يا رب اذا جئت في ملكوتك، او زي ما عمل العشار اللي رفع عينيه وهو لا يشاء ان يرفع عينيه من كتر كسفته وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا الخاطئ. بس احنا ساعات مش بنبقى مصدقين. بيقول لنا كده كلنا بلا استثناء شعور رؤوسكم جميعا محصاة. ايه رأيكم؟ هتفرق معاك ان انت يعني مين فيكم اما بيتصرح الصبح كده بيعد كم شعره وقعت في المشط؟ مين فيكم راح للحلاق وقال له لا 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 اجمعهم لي عشان عندي عدد النهارده؟ ها، هيقول عليه ايه طيب؟ طب هو انت يفرق معاك يا رب حتى الشعره اللي في راسي ان انت تبقى عارف عددها ومهتم بيها؟ ده كمان اكتر من كده يقول لك انتم افضل من عصافير كثيره. شايف العصافير دي؟ البابا شنوده ليه تامل حلو قوي في العصافير. يقول لك في مره العامل اللي هو بيشيل القمح وهو ماشي فوقع منه شويه قمح على الارض، فبص لقى ايه؟ عصفوره تنزل تاخد حبايه وبعدين تاخد التانيه وبعدين تطير. طب الباقي؟ لا، ما بتجمعش المخازن ومش بتشيل، مش هايل هم بكره، لان بكره ربنا هيديلها تاني. كان معيشهم كده، كان شعب اسرائيل كله عايش كده. ازاي؟ اجمع المن وبعدين اللي جمع كتير ما يفضلش منه حاجه، ولو ساب منه حاجه للصبح كانت تدوت. طب وتاني يوم يلاقوا تاني. ايه الفكره بقى في كده؟ ان ساعات احنا شايلينها على قلبنا بزياده، لكن ربنا قال لنا كده القي على الرب همك وهو يعولك. بس انا مش مصدق. ايه كمان؟
يقول كده معلمنا بولس الرسول: ما أحياه الآن بالجسد أحياه في إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لو أنا فرحان إن أنا الفترة اللي أنا جاي اللي أنا عايشها دي، إن كانت كتيرة ولا إن كانت قليلة، أنا عايش في الإيمان بربنا من قلبي لأن ده أحبني وأسلم نفسه لأجلي، تفتكره هيكون عندي أزمة ثقة؟ طيب يجي يقول في حتة تانية بقى، يقول لك إيه؟ طب أنت إيه اللي ممكن يفصلك عن محبة المسيح؟ غير الفيسبوك، غير الانستجرام، إيه تاني؟ إيه اللي يفصلك عن محبة المسيح؟ ده يقول لك لا شدة، أنتوا كلكم حافظينها، لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف. إيه ده إيه ده إيه ده؟ كل الحاجات دي ما تفرقش معاك؟ لا مش فارقة، أصل أنا واثق إن هو أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لكن إحنا عندنا مشكلة في الثقة، لأن ساعات كتيرة بنحس إن ربنا مش بيحبنا وعشان كده مش بيستجيب لنا. عارفين الشرطية دي اللي إحنا عاملينها يعني إيه؟ يعني أنا بحط ربنا في كورنر، بقول له لو ما عملتليش كيت وكيت وكيت تبقى مش بتحبني. عارفين نظام الأطفال اللي هو لو ما جبتليش عجلة ما أنجح في الإعدادية، مش هي العجلة دي. ودايما دماغي طب أبوك بيحبك، ده عمل لك كذا عمل لك كذا، لا 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 العجلة. فساعات كتيرة الحاجة اللي إحنا بنبقى طالبينها من ربنا ممكن ما تكونش لخيرنا ولا لصالحنا. وفي ناس ياما طلبت حاجات وما خدتها بعدت عن ربنا بسببها. في قصة مشهورة جدا لواحد راهب وكان بيتعامل مع واحد عامل، فالعامل كان بيشتغل مع الراهب وبياخد أجرة يوم، اليوم بيروح يبعت يجيب بيه أكله، وفي آخر اليوم يبقى إيه؟ يبقى يتصدق بالحاجة اللي باقية. وبعدين فجأة وهو بيشتغل معاه لقى كنز كبير، فأخذ الكنز الكبير ده وقال إيه بقى؟ ده فرصة بقى كده، أنا لا هشتغل ولا هعمل، عندي كنز أكل منه وأقعد بقى أنا مرتاح كده وأتكلم مع ربنا. بس لما ابتدى يعمل كده لقى نفسه كل يوم مشغول باللي معاه وهيعمل استثمارات في إيه، وبطل يكلم ربنا لحد ما ضاع كل اللي معاه. ورجع يفتكر المرة الأولانية اللي كان بياخد فيها الدينار ياكل ويتصدق ببقيته فعاش مع ربنا. الفكرة دي ليه؟ هو ليه ربنا ضيع منه الحاجة اللي لقاها؟ ها؟ لأنها سبب تعبه. ساعات ربنا بيشيل حاجات من سكتنا لأنها بتكعبلنا. تفضلي تطلبي من ربنا مرات كتيرة عشان حاجة تكمل، وما تكمل تقول يا ريتني ما كنت طلبت، أو العكس. ساعات حاجات نبقى عمالين نزقها بتبعد عننا، وبعدين تبص تلاقي من حنان ربنا إن بيطول بالنا عليها لحد ما تكون سبب لخيرنا. الحاجة التانية إن إحنا ساعات مش حاطين قدام عينينا القدرة الإلهية. كلنا عارفين إن إحنا بنقول الرب قادر على، ها؟ بس في دماغنا وفي نيتنا إلا، وبحط حاجة أو لا لأ. لأن أنا لو حاسس إن ربنا قادر على كل شيء، أنا إيه اللي هيقلقني وإيه اللي هيخوفني وإيه اللي مش هيطمني؟ إيه اللي هيخلي ما عنديش ثقة؟ ده أنا واثق إن هو حتى لو وصلت 99 سنة يا إبراهيم، ها، هديك ابن وبسارة يكون لك نسل. ما خلاص لا، انقطع أن يكون لها عدا كالنساء، ما ينفعش. لدرجة ضحكت سارة فادها ابن وسماه ابن الضحك إسحاق. ليه؟ ليه؟ ها؟ عشان كل ما تناديه تفتكر ان مفيش شيء غير ممكن لدى الله، لان كل شيء ممكن لدى الله. يعني معنى كده ان ممكن ربنا يصبر بس يدلنا اللي نفسنا فيه، او اللي هو هيدهولنا لخيرنا. دي الحقيقة. في حاجة كمان، ساعات بتبقى في خطة إلهية ما بندركهاش احنا كبشر. يعني ايه؟ يعني في حاجة بتخص العالم كله. يعني ايه اللي حصل عشان يجي وباء
يقعد الناس في بيوتها لمدة سنتين ويدمر الاقتصاد العالمي، وما بتدي الاقتصاد يشم نفسه يطلع في دماغ واحد يقول لك هخش البلد اللي جنبي دي فيبهدل العالم مرة تاني. هو ايه اللي بيحصل؟ هل تفتكروا ده بعيد عن خطة الله؟ الموضوع فلت عن السيطرة، اصل ده كبر في دماغه، ده معانا نووي نووي نووي. ها ها، ايه رأيكم؟ بيخرج عن خطة ربنا؟ لا، يقولك يد الرب فوق قلب المالك يحركها مثل جداول المياه. كل حاجة ليها وقتها. عشان كده خلي بالك من خطة ربنا في حياتك، لأنك ساعات ممكن تكون مش يقولك سلم أمورك له، سلم أمورك له، ما بتسلمه أمورك، بيحرك حياتك في طريق يناسب لكن احنا ساعات ممكن أقول لكم، يعني لو واحد راح لدكتور مشهور ومعروف وبعدين يقول له لا ده انت محتاج لعمليه جراحيه ودقيقه، بس عشان هو دكتور مشهور هيقول ايه؟ هعملها. طب هو لازم يقول لك هيفتح فين وهيقطع ايه هتقدر تستحمل؟ لا، بس هتثق؟ هتثق. لو رحت لدكتور صيدلي وتقول له انا بعاني من كذا او كذا، وبعدين لازم لما يطلع الدواء يقعد يشرح لك ده بيشتغل على ايه في الجسم وبيعمل ايه، او بيشتغل ازاي الميكانيزم بتاعه اللي بيعمل فيه، او نسبته لازم تزيد لقد ايه في الدم عشان يبتدي يعمل تأثيره، بيشرح لكم كده لكن بتاخدوه. امال ليه ما بنعملش كده مع ربنا؟ انتوا عارفين احنا بنقول له في القداس الاغريغوري، نقول له ايه؟ نقول له ربطني بكل الأدوية المؤدية للحياة. قولوها تاني كده، ربطتني بكل الأدوية. يعني ممكن الدقيقة دي تبقى دواء مر بس هتشربه وهتخف. ممكن تبقى المشكلة دي متعبة، أيوة، بس هيبقى ليك بسببها إكليل في السماء. ممكن الناس الأشرار دول اللي بيتكلموا عليا وحش ده يقول للخير، طوبى لكم إذا قالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. يبقى ربنا اللي ممكن القادر على كل شيء يقدر يحول المر إلى حلو، قادر أن يخرج من الجافي حلو. ففي خطة إلهية. الخطة الإلهية بتقول أن ثلاثة كانوا بيحبوا ربنا جدا لدرجة أن راحوا في سبي بابل، قالوا لا احنا مش هناكل من اكل الملك ده ولا هنتنجس بخمر مشروبه، احنا هناكل قطاني. القطاني ده يعني زي البقول ومع العيش اليابس، ومش هناكل من اكل الملك المذبوح للاوثان. المفروض ان ربنا يكافئهم، صح؟ ايه رايكم؟ اتعرف، قالوا لهم لازم تسجدوا للصوره. اكيد بقى وقعوا قدام ربنا. طيب الثلاث فتية دول هم بيحركوهم وقالوا لهم بصوا خلاص الملك حكم عليكم بحاجة، انتوا هتترموا فين؟ في الاتون. علوا الاتون 49 ذراع، يعني حاجة قد ايه بقى، معرفش اللي بيحسبوا بتاع الحسابات، لدرجة الناس اللي بيرموهم اتحرقوا. طب ايه خطتك يا رب في كده؟ يقولك لا ده انا هنزل هتمشى معاه حتى في وسط الاتون. طب تفتكروا التلات فتية كانوا عارفين ان ربنا هيعمل كده؟ كانوا عارفين ان ربنا هيعمل كده؟ قال لهم ان انا هنزل معاكم؟ لا، بس لما اترموا لقوا ربنا ايه؟ معاهم. وعشان كده الثقة اللي انت بتديها لربنا اوعى تفتكر ان هي بتهمل، ولكن حتى لو كنت في وسط الاتون هيكون معاك. يبقى في خطة إلهية. نفس الخطة برضو اتعملت مع دانيال لما اترمى في جب الأسود، يقول له كده هل إلهك قدر، القادر على كل شيء بقى، قدر ينجيك يا دانيال؟ قال له إيه؟ أيها الملك عيش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. طيب اللي يخلينا إن إحنا نبتدي نزيد في الثقة مع ربنا، اللي يخلينا نبتدي تبقى حياتنا مختلفة مع ربنا، ابتدوا خدوا وعود ربنا واكتب كده وعد ربنا الصادق ليا النهاردة. كل يوم تحط وعد صادق من ربنا،
قال لك كده انا معكم ها كل الايام. يعني النهارده من الايام ولا بره الايام؟ طالما في الايام يبقى ربنا المفروض قال لي ان هو ايه؟ معايا. والى انقضاء الدهر، الدهر انقضى ولا لسه ما انقضاش؟ يبقى معنى كده هل قال شرط لو كنت معايا، لو كنت مصلي صلاه النوم بس، لو كنت قال وراها شرط ولا انا معاك؟ بس خليكوا زي ما هو قال لنا انا معاكم، خلينا احنا كمان نبقى ايه؟ احنا نقول له احنا كمان معاك. عشان كده ما يجي بولس الرسول يقول لك صادقه هي الكلمه مستحقه كل قبول، ايه بقى؟ ان المسيح مات عن الخطاه الذين اولهم انا، مش عشان انا بار، بالعكس ده حبني وانا ايه؟ عارفين الترنيمه اللي بتقول احبني وانا خاطي؟ ليه؟ هو حب. وعشان كده يقول له داود النبي كده، بيقول له ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنائم كثيره. يعني الواحد لما يلاقي وعد زي كده وربنا بيقوله له يفرح ولا ما يفرحش؟ يتعذر ولا متعدى؟ يثق ولا ما يثقش؟ لو هو ما وثقش يبقى هنا ما صدقش الوعد من قلبه. عشان كده داود برضو يقول له كده اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه اتكل. يعني ايه؟ انت يا رب قلت لي وعود وانا صدقتها، فانا بفكرك ان انت وعودك صادقه ووعودك امينه، لان هو قال لا اهملك لا ايه لا اتركك، فخلاص انا مصدق. كان واحد اعمى قاعد بيستعطي اسمه بارتيماوس، وبعدين وهو بيستعطي عمال يصرخ، سمع ان المشتاح ماشي قعد يصرخ ارحمنا يا سيد ابن داود. فالناس عماله تنتهر وتسكت وهو عمال يصرخ اكثر كثيرا. بعدين المسيح وقف وقال طب ندوه. عارفين راحوا قالوا له ايه؟ قالوا له ثلاث كلمات. مين حفظهم؟ قالوا له ثق قم هو زي ناديك. هنختم بها دي. خلي عندك ثقة ان ربنا بيناديك النهارده. خلي عندك ثقة ان انت لو قمت وسبت الثياب بتاعتك دي مش هترجع لها تاني، هتاخد انضف منها. خلي عندك ثقة انك لو تبت وقدمت توبة هيبقى في حياتك وهيجددك، يقول لك اجدد مثل النسر شبابك. انا بكلم مسنين اصلي. ها؟ خلوا بالكوا ان ربنا الوعد قادر ان ها؟ ان ايه؟ يعمل ايه؟ يوفي. طيب في الاخر هو زي يناديك، لان ساعات كتيره انتوا عارفين بسبب عدم ثقتنا احنا بنقدم ايه لربنا؟ احنا بنحزن قلبه، صح ولا غلط؟ بنطفئ روحه، لاني مش واثق في كلمته، لاني مش مصدق الوعود بتاعته. وعشان كده خلوها اخر حاجه كده، ان ثقكم هو زي يناديك. لو انا ابتديت اراجع وعوده، ابتديت احفظ عهوده، ابتديت اصدق الكلمه اللي اتقالت لي منه، هبص الاقي حياتي دايما هتختلف. خلي بالك ان في خطه الهيه لربنا في حياتك، وان ربنا قادر على كل شيء. اللي يفكر في الحاجات دي دايما هتكون عنده الثقه، هيقدر يطرد بيها اي افكار سلبيه واي بث مباشر من بتاع عدو الخير، لان هيقول لك ما بيحبكش، يقول له ازاي؟ ما هو مصلوب قدامي اهو، لانه احبني فضلا. فضلا يعني ايه؟ مين يقول فضلا يعني ايه؟ انتوا عارفين ربنا احبنا بسبب ولا فضلا؟ من غير سبب، يعني فضلا. يعني هو تفضل وحبنا، لان مش احنا اللي مستاهلين الحب ده، ولكن هو اللي اعطانا. ثقكم هو ذا يناديك. لإلهنا كل مجد وكرامة. تعيش وتعلمنا يا أبي. بص هناخد بس دقيقتين في تنبيهات مهمة، فياريت نركز فيها. بالنسبة لقداس الملاك اللي كان هيبقى مع أبونا مخائيل هنا في الكنيسة، في تعديل في الميعاد، مش هيبقى السبت، هيبقى يوم الحد هنا في الكنيسة من 7 لـ 9. تمام؟ يبقى قداس مع أبونا يوم الحد من 7 لـ 9 هنا.